تعديل الدستور، هل لديكم تخوف من تناقص المقتنعين بالتعديلات الدستورية حتى داخل الأغلبية؟ لم ننظم هكذا تظاهرات، احنا قمنا بحوار اعتبرناه حوار شامل، وتمت الدعوة للجميع، وتم تأخير الدعوة له من 2015 في مدينة شنقيط إلى 2016 نهاية 2016 رغبة منا في مشاركة الجميع إن استطعنا إلى ذلك. فهذه الحشود التي كنا نرى الآن عفوية، لم تأتي بتنظيم، لم تكن وليدة تنظيم مسبق. إذن اليوم تم قمع شركائكم من أحزاب في أحزاب المنتدى، ألا يؤنبكم الضمير من أن ما يجري من تعديلات تمس الرموز الوطنية وغير إجماعية، يعني ربما يكون فيها خطر على مستقبل النظام؟ أختي العزيزة، هذه الخطة اللي تظهر اليوم ما هم معنيين بالحوار، لأنهم لو كانوا معنيين به عدوجها، ولو كانوا يبقوا بطريقة أوتسلسة عدوجها وقادلوا بادلهم كيت الناس كامله ويصرحوا بذل اللي يبقوا، لا يتكلم بالحسانيه لاني هون مخاطب المشاهد البسيط لعله هو لا يفهم اللغه العربيه جيدا. احنا ليسوا معنيين بالحوار لكن الدستور وليسوا معنيين بمخرجاته، لانهم اصلا لم يلبوا دعوه الحوار. احنا حتى هناك تحديث عن مشاكل اقتصاديه وصحيه وتعليميه وكانهم ما هم في البلد. أختي العزيزة، احنا أي بلاد قستيها تجبري طب، تجبري مدرسة، تجبري تلاميذ، تجبري الناس بخير، حتى هو في المرسى دراري هم زينين ودارين حوار جدد وحالتهم مضبوطة وتاتهم زينين. أين هي أزمة؟ يعني أزمة يتكلمون؟ هم لم يشاركوا في الحوار. هذا المظهر الذي وصفته مظهر، لكن هناك مظاهر تمثل أنا لم أقول أخرى. لم أقول أنه ليس هناك فقر، العكس، الدولة مستميتة في الدفاع عن الفقر وانشئت له وكالة خاصة به. بالأمس القريب صادق على مشروع مهم بمكافحة الفقر. حد ما يشارك في الحوار ما يعطي ذر البلبل، حتى أنهم قالوا يفضوا بقوة أي تظاهرة في بلد ديمقراطية يجب أن يكون مار عن طريق السلطات. يعني وليست أول مرة، ما هي أول مرة يعد فيه تعديلات دستورية. شوفي دستور 1961 مر بتعديلات عدة، 65 64 66 76 دستور 1991 طيب 2006 2012. أنتم الآن أمامكم الشك في شرعية هذه التعديلات المرفوضة من قبل شرائح وأحزاب ومنظمات وطيف واسع في المجتمع الموريتاني. لا، شوفي شوفي أختي العزيزة، فخامة رئيس الجمهورية المادة 38 من هذا الدستور تخول له أصلا إذا ارتأى أن يغير في الدستور. لماذا هذه المادة؟ ولماذا المادة 101؟ ولماذا المادة 100؟ ولماذا المادة 99؟ لأن إذا كانت هناك حاجة لتغيير الدستور يجب أن يغير. هم يقولون أن هذه التعديلات غير جوهرية. جوهرية كل حد قد يفسر. إجماعية أيضا. إجماعية لمن؟ هناك أحزاب معارضة، هناك مجتمع مدني، هناك شخصيات مستقلة، هناك أحزاب أغلبية. إحنا ما عدنا الحق من اللي إحنا نتكلم. وهم؟ هم أيضا هم لم يلبوا الدعوة. إذن الشيخ إبراهيم اللطلب نائب برلماني عن الأغلبية، شكرا جزيلا لك. شكرا.